بالنسبه لما انا قلت صح بالضبط مليح من الصحه كود انا 9 سنين 10 سنين كحتي ديما ارتغني حريت لاند تمدو كالينوري تي ندير تشارك تحال المسابقات كاع كوداني لا الا ستوديو دوزيام كوداني الله يبدا كحتي انا قدرت تغني حل عربي دميد ولكن الوقت اللي حبديه تقريبا 2009 2010 فالرئيس اولا نقدر نقول لك في الفنان عامه خص يكون الصبر اول حاجه حيت الميدان صعيب يكون تواضع يعطي داك الشيء اللي عنده ويحاول ديما يدير شي حاجه ديالو شي حاجه اللي تميزه مثلا كنتمنى انها تكون اضافه متميزه ان شاء الله وشرف ليا وغتكون كيفاش نقولها لك يعني تزاد واحد البصمه في الكارير ديالي وهذا الشيء شرف ليا